الفريق بالتنسيق مع الفرق الثانيه، فرق الشبابيه، نسقنا حمله القصاص من العملاء، وهي الحمله تتضمن عده نشاطات، هاشتاجات وفيديوهات ويافطات ووقفات تضامنيه، لانه الموضوع الاحداث اللي عم بتصير بغزه كثير صار لازم فيها تدخل، صار لازم نوقف هذا الهجوم اللي بيصير بحق الاسرى المحررين وبصير بحق مجتمعنا وشبابنا بغزه. رسالتنا لكل الجهات المعنيه والجهات الرسميه والحكومه الفلسطينيه انها تتدخل لانقاذ الاسرى المحررين في القطاع وحمايتهم وتقديم المساعده الانسانيه لهم، يعني ابسط الحقوق انه تعيش بامان بغزه. رسالتي لكل متخابر مع اسرائيل انه هو هلا في عنده فرصه جديده، فرصه للتوبه، بامكانه انه يرجع يفتح صفحه جديده بحياته هنا وما يهدر دم الشاب الفلسطيني اللي مثله، وكمان لانه استمراره بهذا الطريق اكيد رح نهايته تكون كثير بشعه، مش بس له، لعائلته ولمجتمعه الغزي.